طيب ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ صباح الخير يا ريس. صباح الخير يا عاصم، ازيك؟ الحمد لله. انا اسمي عاصم محمد، عندي 15 سنة، طالب في تالتة اعدادي، بطل جمهورية في السباحة وبلعب في نادي الزمالك، بغني وبمثل وعازف الكمانجا وإنشاد ديني وبرمجة الكمبيوتر وأحفظ القرآن بالتلاوة. كويس يا عاصم، أوي أوي أوي. ما شاء الله ما شاء الله. عاصم، حابب تسأل سيادة الرئيس النهاردة تقول له إيه؟ إيه الدعاء اللي حضرتك بتدعيه كل يوم؟ الدعاء اللي بدعيه، أنا بدعي كتير، بقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. الدعاء ده يا عاصم بتاع سيدنا يوسف. دعاء مين؟ سيدنا يوسف بيقول فيه: اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين.